ياسر العماري جاي كرمال علي الفيصل. شخص يعني ما بجامله، بس شخصية جدا طيبة، إنسان جدا طيب. ممكن هو حكاها أكثر من مرة، علاقاته مع الجميع ممكن محدودة بتكون، بس بيعرف يختار صديقه جدا، يعني بيعرف مين يختار عشان يكون مقرب منه، ما بيقرب أي أحد منه. يعني بقول له إن شاء الله أنك راجع بإذن الله، بترجع أقوى. هذه مجرد أنه شيء بيكون لك بوش أب وبترجع أقوى بإذن الله.